فقط بعد السقوط ديال المكتب بعد واحد 10 ديال الاستقالات، فبطبيعه الحال كيسقط هذا المكتب، فبالتالي انا ما بقيتش رئيس ديال الحسنيه تكادير، وفي نفس الوقت كنسحب من شركه ديال الحسنيه، فبالتالي كنتاسف على ما وصل اليه فريق حسنيه تكادير، وكنتمنى للحسنيه التوفيق ان شاء الله في الايام المقبله. شكرا. كنتاسف لان من بعد 10 سنين نتعرض لهاد المجزره، يعني اللي كانت في بروغرامي كلشي قاد التلفزيون، هادشي دار سيناريو اكيد انه غادي يمشي، ولكن في قلبي الحلقه ديال الحسنيه ما استطعناش اننا واخا جمعنا جوج ديال اللوائح، ربما كان افضل تكون اللائحه هذه ولا الاخرى وتسير الامور ديال الحسنيه، ولكن مع الاسف دونك انا خرجت من المكتب، كنولي منخرط بحالي بحالكم، وما بقيتش في الشركه في المجلس الاداري ديال الشركه. الكل خصو يتحمل المسؤوليه ديالو في هذا الوضع، واللي يمكن نقول هو انه انا غتلقاوني دائما في الخدمه ديال الحسنيه، ولا تعرضت للسب والشتم وما خلاو الناس ما داروا سمحهم الله، ولكن اليوم جاء الوقت باش سيدي نمشي لحالو، سيدي نمشي يرتاح، سيدي مريض خصو يمشي يرتاح. اذا كنتمنى لكم وكنتمنى الحسنيه تخرج من هذه المشاكل ديالها، وكنتمناو بلي هاد الناس اللي غادي يكونوا هاد اللجنه يكونوا حكماء وما يدخلوش في الصراعات، يبقاو كتهمهم فقط يعني المصلحه العليا ديال فريق حسني. مع الاسف لقينا صعوبات كثيره، حتى واحد ما كينقص من الناس اللي كانوا في المكتب ولا اللي سيروا منذ سنين، فقط كلمة شكر للجميع، وأنا راهن الإشارة ديال الحسنية في أي وقت. إذا أكرر هذا الأمر، هذا ما بقيتش رئيس ديال الحسنية تكادير، و غادي ننسحب من المجلس الإداري ديال الشركة. شكرا لكم، والكلمة لك السيد. وما تنسوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.